أهلا بكم. كشف وزير المالية فؤاد حسين عن وجود 6.5 مليون موظف ومتقاعد في العراق، وقال حسين إن عدد الموظفين قبل عام 2003 لم يتجاوز 850 ألف موظف، بينما ارتفع العدد حاليا إلى 6.5 مليون موظف ومتقاعد، مشيرا إلى أن عدم دعم القطاع الخاص أسهم في تضخم القطاع العام. وكانت هيئة النزاهة قد كشفت في وقت سابق أن مؤسسات الدولة الحكومية تكتظ بعشرات الآلاف من الموظفين الوهميين أو ما بات يعرف في العراق بالموظفين الفضائيين. أعلنت هيئة النزاهة ضبط عمليات اختلاس في مديرية تربية الخالص في محافظة ديالى تقدر بنحو 500 مليون دينار، تمثلت بإضافة مبالغ مالية إلى قوائم الرواتب بصورة شهرية. وقالت الهيئة إنها ضبطت أصول قوائم الرواتب الخاصة بإحدى مدارس قضاء الخالص التي اشتملت على مخالفات كبيرة للمدة من عام 2014 ولغاية عام 2019، وتضمنت عمليات صرف بإضافة مبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار لقوائم الرواتب الشهرية شهرياً. اعترف رئيس مجلس محافظة ذقار رحيم ياسر بتفشي ظاهرة الأغذية الفاسدة في المحافظة، حيث تم رصدها من قبل الجهات المختصة، حيث دعا ياسر إلى متابعة هذه الظاهرة والتصدي لها. وقال رئيس مجلس المحافظة إن الأسواق المحلية شهدت في الآونة الأخيرة ظاهرة استيراد الأغذية الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك البشري، مشيرا إلى أنه يجب عدم التهاون مع هذه الظاهرة كونها جريمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. أعلنت هيئة جمارك ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة إحباط تهريب 24 سيارة دون الموديل. وقالت الهيئة أن سلطات الجمارك في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكنت من إحباط تهريب 24 سيارة دون الموديل ممنوع استيرادها، كانت مخبأة في 6 حاويات ومخفية خلف صناديق ملابس. يشار إلى أن هيئة الجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط وإعادة إصدار مواد متنوعة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك أسعار النفط والمعادن. إلى اللقاء.